بيكو. دي لعبة ريمان. لعبة ريمان النهاردة نلعبها على قناة مستر بيك جيمز. اعملوا لايك وشير واتفرجوا على كل الألعاب اللي احنا عشان اعمل لكم عشان اعمل لكم كل الفيديوهات اللي انت عايزينها العاب عشان النهارده انا من لعبة ريمان نلعبها يلا. وانا اختار وانا اختار نبدأ نختار شخصيات جديدة. وفتحنا حاجة هنلعبها نعم المرحلة دي اللي احنا فتحناها يلا. دي ما اعرفش لعبة دي لعبة دي لعبة ريمان نبدأ على قناة مستر بيج جامد. واحنا كنت صوتك دي لعبة ريمان على قناة مستر بيج جيمز. اعمل لايك وشير عشان نعمل لكم كل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها. اكتبوا لنا في الكومنت مين عايز يكسب. واحنا روز وسمسم عايزين يكسب يلا. واللعبة دي احنا اسمها بطل اهلي. ودي لعبة فرقة انا البالونة ايوه. ودي لعبة النهاردة دي لعبة مكان جديد او حلقه جديده. واحنا هنضرب الناس دول عشان ننقذ لو في عشان ننقذ لعبه لو في ننقذ اصحاب ريمان البطل من التنين وهنموت التنين برضه. وفجر لايك كومنتات اكتبوا في الكومنتات عايزين مين يكسب يلا. لو في حته صعبه مش عارفين نعديها بنخلي واحد هو اللي يروح يعدي التاني يستناه عشان لو متنا هو يقدر ينقذنا. ادينا نكمل يلا. بس المكان ده صعب شويه بس احنا بنتلخبط واحنا هنعديه بس ريمان هو البطل او ريمان وننقذ صحابه من التنين الشرير. واحنا بنلعب كل المراحل عشان ننقذ كل اصدقائه من التنين الشرير اللي خاطفهم. احنا بنلعب كل المراحل دي ريمان عشان ننقذهم من التنين هذا. وبعدين احنا شايفين الصور دي البنات هم دول اللي رايحين ننقذهم عشان نكسب المكان ونشوف فتحنا حاجه تانية ولا لا. احنا قصه ريمان ان هو احنا بنلعب كل الادوار عشان ننقذ اصدقاء ريمان ونحررهم من التنين القوي اللي خاطفهم. احنا بنلعب ريمان البطل بتاعهم عشان احنا ننقذهم. احنا بنلعب بالدور وفي اخر المكان ده واحنا بنلعب المكان هنلاقي اصحاب ريمان هننقذهم من المكان ده. هنقذهم من المكان ده وهننقذ البنات اللي الصورة ده. وبعدين الناس اللي بيضربوا دول عايزين يموتونا عشان ما نقدرش نحرر اصدقاء ريمان. واحنا بنكمل ونشوف عشان خسرنا. ادام احنا الاثنين بلا بالونه يبقى كده خسرنا. لو حد بقى بالونه التاني يفرقعها. وبعدين نموت الوحش ده عشان نقدر نعدي من فوق دي ونعدي كده. وده هنضربه عشان هو بيضرب مسدس كهرباء معرفش هو شكله غريب بس بنعدي المكان ده عشان الحاجات ديت اللي بتشوكنا. تعالى دلوقتي الرمل ده بيضرب علينا مش عارفين نعديها. اكتب في الكومنتات مين اللي عايزه يكسب. ومين اللي عاوزه يكسب. انا ريمان عشان نعدي كل المراحل الجديده ده حلقة جديدة. اعملوا لايك وشير للفيديو عشان نعمل لكم كل الفيديوهات اللي عايزين نعملها لكم. ونلعب قناة مستر بيج جيمز
والتنين ده في مكان تنين برضو زي اللي احنا بنقول عليه، بس مش هنكتبه عشان هنلعب فرقان يا اول. اللي احنا بنلعب بيهم ريمان، انا هما انا الولد ريمان وهي رزو اخت اسمها ريمان برضه. انا الشوك دي بتشوكنا وتخلينا نخسر واحنا بنعدي من جنبها بالراحه. نخسرنا تاني وخسرنا تاني، بس اخر مره مش هنخسر. وده احنا بنعدي المراحل كلها ونعدي من الشوك ده عشان نعرف نعدي. دلوقتي الناس دول بيضربونا عشان ما نقدرش نكمل وننقذ اصحاب ريمان. ده بيضربنا كده نعدي، ده برضو بيضربنا عشان ما نكمش. العظم ده احنا بنكسره عشان نقدر نعدي. الوقت قرب يخلص اهو، هنروح بسرعه نكمل بسرعه عشان ما نخسرش. والوقت قرب يخلص، لا تقرب يخلص ما خسرنا. هنلعب تاني اهو، خسرنا تاني. احنا طلعنا احنا فوق علينا الصور بتاعتنا، الصور دي تحت اصفر، الاصفر دي بناخد حاجات فلوس نفتح بيها حاجات. نفتح بقى ناس، واحنا قربنا نفتح ناس ونلعب عشان نفتح. نلعب دوت وخسرنا. هنضرب الوحش دوت عشان نعرف نعدي. وبعدين خسرت ادينا اترقعنا احنا الاثنين وخسرنا. نلعب تاني ونشوف نقدر نعديها ولا لا. احنا الاثنين بنكمل اهو، بس ما ترقعنا الاول. واحنا اشتركوا في الكومنتات واكتبوا اشتركوا في الكومنتات. دي لعبة ريمان، يلا نلعب مع سوا. لو في حتة صعبة مش عارفين نعديها بنخلي واحد هو اللي يستنى، واحد يكمل عشان لو اللي واحد اللي كمل ده ما عرفش يعطي يروح التاني هو ينقذه. نحاول نعدي النقطة مع الشوك دي عشان ما تخسرناش. ودي خسرنا برضه عشان الوحش ده رخم. ونضرب الوحش التاني عشان نضرب الوحش ده. بيضربنا عشان ما نقدرش نكمل المكان ونحرق اصدقاء ريمان. البطل بتاع اللعبة هو ريمان، احنا الاتنين بنلعب بيهم على البس. ودلوقتي نكمل دلوقتي نكمل بس خسرنا برضه، بس نحاول نعدي. ضربناه ونعدي. ضربنا الوحشة ونكمل نعدي البيت، نكمل نعدي البيت عشان نعرف نكسبه. استناني انا فرقانة من الاول. حاضر. طب ما ينفعش تسيبني انت فاهمني؟ نكمل ونكمل برضو كل شويه نخسر تاني عشان مكان صعب جدا. احنا هنحاول، ده مش مكان، دي حاجة كده بنلعبها عشان نقدر نكسب وناخد فلوس. والساعة دي بتعمل الوقت، يعني احنا الوقت لو خلص كده احنا ما كملناش البيت كده بنخسر. احنا هنبدأ بالوحش ده. وين الفرقان؟ دلوقتي نلعب ريمان قناه مستر بيج جيمز. قناه مستر بيج جيمز، واكتبوا في الكومنتات شوفوا مين اللي عاوز يكسب، وشوفوا عايزين نعمل فيديوهات تاني في
ونضرب الحوش دي الشوك دي بت بت, بت بتشوكنا وتخسرنا برضو تخسرنا. ده بنضرب الوحش وليه لعبة ليه كانت مستر بيج جيمز. نلعب اكتب في الكومنتات عايزين مين يكسب. نضرب الوحش عشان نعدي الوحوش ديت وتكون واقفلنا كده عشان ما نعرفش نعدي ونحرر اصدقاء ريمان. نضرب الوحش ده خرجنا منه لانه صعب. وانا بيت ال تعال نكمل البيت اللي احنا كنا بنلعبه. تعال نكمل تعال نلعب مكان ديناصور جديد نلعبه سوا. ده عظم كسرناه عشان نعرف نعد. دي بيلعب تجري ورانا فاحنا بنجري بسرعه عشان الوقع العادي. لا الولعه دي بتجري ورانا والوحش ده ورانا عشان تشبك فينا كده فاحنا بنجري. فاحنا بنجري هي هتشبك فينا ونموت. لعبة ايمن ودي الوحش دي وناخد الناموس. والوحش دي احنا بننزل عليهم عشان نعدي واحنا بننط من الوحوش دي احنا بنضرب الوحوش عشان نقدر نعدي. الوحوش دي بتعمل موسيقى يعني ما هبين دول ولا هي. واحنا بنكسر العظم ده عشان نعرف نعدي. ورز اختي بالونها هي تعالى يا فرقعه بسرعه. احنا بنضرب العظم ده عشان نقدر نعدي وفي اخر احنا بقى في الفيديو في البيت ده في المكان ده والبيت ده بنلاقي بننقذ اصدقاء ريمان اللي قاعدين تجوا علينا عشان تشبكنا. احنا بنجري عشان ضربنا الوحوش عشان نقدر نعدي منها برضه. بس احنا الاثنين وقعنا احنا كمان وقعنا يبقى كده خسرنا. والناموس ده بناخده عشان يبقى معانا فلوس كتير. بنضرب الوحوش ده عشان نعدي والديناصور اللي بيجري ورانا عشان يضربنا. بس احنا بنحاول نجري منه وجرينا. هو ماشي من كسر العظم عشان نعدي كسرناه تاني عشان نقدر نعدي. انا نكمل خدنا ناموس كتير نقدر نعدي. يلا خدنا ناموس كتير كده معانا فلوس كتير. مين؟ انقذنا بنت ايه؟ انقذنا ريمان. البنت دي صديقة ريمان. كده كسبنا المكان كده كسبنا المرحلة كده كسبنا المرحلة. حط صوتك شوية بابا يقول لك عمال يقول لك حط صوتك. ايه سماعة وقت دي؟ احنا مش كده خدنا جايزتين خدنا الجايزة كلها. نلعب مكان جديد تاني. نلعب ده نلعب اللي كان نلعب ده. تعالى ده اكس ما تدوسش الشرير ده خاطف البنت دي اللي صديقة ريمان واحنا هنجري وراه عشان نقدر ننقذ البنت منه. يلا واحنا بنجري عشان ناخد البنت منه ننقذها. دي البنت واحنا بنجري كده بسرعة عشان الخشب ده ما يقعش علينا. احنا بنجري الناموس ده بيدينا فلوس نقدر نفتح بيه. انقذنا البنت ها. صوتك شوية بابا يقولك نضرب الوحش دوت. ضربنا ننقذ البنت انقذناها اهي. وبنجري كده نجري بسرعة عشان دي يعني بتسحبنا نجري بسرعة منها. وبنجري بسرعة عشان يلا ناخد الناموس. وناخد الناموس عشان وخدنا الجناح. ودي
لعبة ريمان دي فيها ناس كتير نختار منهم. ولعبة واللعبة دي لعبة أطفال. اكتبوا لنا في الكومنت دي العاب ري. عندنا العاب ريمان وراتشت وحرب الخليج. العاب دي بتاعت اطفال على قناة مستر بيج جيمز. روز وسامسون. روز وسامسون. روز هي اخت سامسون وانا اللي اسمي سامسون. كسرنا لعبنا عشان نقدر نعدي. انقذنا البنت دي. ناخد الناموس ده عشان يبقى يكون معانا فلوس كتير. خدنا ناموس تاني. يلا ده كسرنا العدل. كسرنا العدل عشان نعدي. خدنا ناموس كده كتير. كده قربنا نعدي المرحلة بس هي سهلة ما عدناها. ايوه هي البنت دي عملت له كده عشان تقدر تنزل. هي كده بتشكرنا ان احنا انقذناها. حط صوتك. ولا جعورك. وكسبنا المرحلة. نلعب مرحلة تانية بس هنغير الأول. تعالى هنا نلم المحاولة على الدور اهي. طب هنغير. تستنى نلعب البنت دي. البنت يلا نلعب المكان ده. وهنلعب المكان ده بس هو صعب شوية. هنجيب له مساعد عشان يساعدنا. احنا بنجري من الولعة. ونجري من الولعة عشان تشبك فينا وهي شبكت فيا انا. وفي عفريت هي بنمت عليها عشان نعدي. وخسرنا برضه. وخسرنا برضه المكان. نضرب الوحوش دول. الوحوش دول ونعدي من العفريت دول. ورز اختي باللون. تعالى يا رز. يلا نكمل فيديو. احنا نضرب الوحش ده عشان نقدر نكمل نعدي. والحاجات دي احنا بنخليها ننزلها عشان نقدر نعدي ما نقعش. وانا البالونة اهو روزة تفرقعني. ما تفرقعيني. طب يلا تعالى. ما انا هنا اهو قدامك من ساعتها. واحنا بنضرب الوحوش دي والسمك نار ده. انقذنا ان ما عرفناش ننقذ البنت. بس احنا الاثنين اتخسرنا. يبقى كده خسرنا. وكده خسرنا. تعرف يلا نكمل ندوس دايره عشان المساعد بتاعنا يساعدنا نقدر نعدي. وخسرنا. وقعتين في الحته ديت. وبس. وبناخد الناموس عشان يبقى معانا فلوس كتير ونقدر نفتح. وقعنا. وقعنا. الناموس ده بيخلينا معانا فلوس كتير عشان نقدر نفتح لعيبة تاني. ناس كتير. وبعدين خسرنا. الوحش ضربنا عشان الوحش ضربنا. الوحش ضربنا. نكمل. ضربنا الوحش اهو. الاول ضربنا جامد. الاول ضربنا جامد وبعدين خسرنا. بس احنا بنحاول نعدي المرحلة دي. هنحاول نعديها. ضربنا الوحش خلاص اهو. نقدر نعدي كده. دلوقتي ضربنا الوحش تاني. نقدر نعدي من ديت. ونقدر نعدي من دي. وقربنا انقذنا البنت. دلوقتي نلعب. ضربنا الوحش خلاص اهو. احنا كده قربنا نكسب المكان بس كده وقعنا. برضه كم المكان. يلا يلا عرفناش نضرب الوحش. هنا نطينا من عليه. كده ضربنا الحاجات دي. الولع مساعد بتوعنا
احنا كده عدينا المكان، انقذنا البنت. انا سمعت كده كسبنا، كده كسبنا المرحله دي. وبكره هنعمل فيديو جديد، هنعمل مرحله على اللعبه. انا لا نغير، وانا هغير العيب. فتحت الضفدع، فتحتهم هما الاثنين. ايه رايك؟ ماشي، يلا نكمل المرحله اللي على الدور. دور نلعب مكان ده. يلا الكراسة اللي فتحت البنت. يلا نلعب مكان ده. نلعب مكان الاول واحده اهو. ودلوقتي انا البنت، انا عارف دريمان. احنا بنضرب الحاجات دي تدينا فلوس وبرده محاولة، عشان لو اتخبطنا نكون لسه عايشين. ودي بوابة ندخل فيها عشان ننقذ بنت ناس ده بيدينا فلوس. واحنا بانقاذ بنت منها، واحنا بنحاول نعدل وعدنا المرحله دي. يلا انا كمان. الولد الازرق ده والمساعد بتاعنا هيجي عشان هيضربها، هيضربها عشان نقدر نعدي. هنضربها عشان نقدر. كده احنا بندوس دايره عشان المساعد بتاعنا زغزغ عشان نقدر نضربه. نعم، وتقدر نعملها بس هنحاول. بس احنا هنضرب الوحش ده نزغزغ برضه عشان نقدر نعدي منه. ورحنا البوابة دي بقى، هنكمل المرحلة. هنكمل المرحلة. والبطل زي ما احنا بيضرب العفاريت دول عشان نعدي. ولعبة ريمان اشتركوا في الكومنتات وشوفوا احنا عايزين نعمل فيديو ايه تاني. احنا ننقذ البنت ديت. انقذناها يعني نكمل المرحلة. وقعنا احنا الاثنين كده، لا انا ما وقعتش كده. نكمل كده، ندوس البتاع دي. المساعد بتاعنا بيدوس لنا عليها عشان ما نقعش في نلعب. انا دي بوابه نخش وهننقذ بنت جواها. بوابه تاني نلعب. ودي كده نزل كده ديت، وبعدين طالعين هنا نزلين دي كده. روح طالعين وروح انقذين البنت دي. انقذناها وبقى معانا فلوس كتير كده. البنت دي بتشكرنا، بتدينا كده محاولة يعني. ديت نقف على كده. حصلنا رزق. حصلين. ادي هنلعب، نروح ناخد الجنيه الذهب ده. خدناه. نكمل نطلع عليها تاني برضو. تعال كده نكمل ونخش بابا ده عشان نقدر نكمل المرحلة. واحنا المساعد بتاعنا بيطلعنا دي عشان نقدر نعدي. ده نص دايرة كده ونعدي كده عشان ناخد بنت دي. انقذناها وبنعمل دي كده. المساعد بيعملها عشان نعدي. في العفاريت دي احنا بنضربها واحنا معديين عشان ما تضربناش ونموت كده. تعالوا نفرقع. وانا رز اختي باللون هنا فرقعتها.
هو سمسم بقى بالونة اخويا الوحش ده بنزغزغه عشان نقدر نعدي. وضربناه وكسبنا المرحلة، انقذنا كل الناس اللي فيها. كده خدنا جايزة كمان وبعدين كده كسبنا المرحلة. هنلعب المرحلة اللي بعديها. لا يلا المرحلة دي ديت محاولة برضه اللي احنا عملناها، ودي بنت انقذناها ده وحش. في بوابة انقذنا بنت اهي، ناخد الناموس ده يدينا فلوس. يدينا فلوس. احنا بنجري بسرعة في المرحلة دي، مش بس كده هناخد المتاع ديت تديها فلوس. كده بنضرب الوحش بتاع ديت بتجري ورانا. كده بتاع ديت ده ناخد البتاع دوت عشان يزود لنا فلوس. في بوابة، في بوابة ها، ورز بالونة فرقعتها. في بوابة هنلعبها بعد ما نلعب البوابة ديت نخلصها. البنت اللي هناك ديت هننقذها. انا نعدي. لا احنا هنيجي على دي، ده نيجي على دي، وبعدين نطلع فوق عشان الشوك دي اللي خسرتنا. ودخلنا دخلناها تاني عشان احنا خسرنا. نكمل على فبنكمل بقى. احنا هنيجي على الدايرة دي، بعدين هنيجي على المربع، بعدين هنطلع على المثلث، بعدين هننزل على الدايرة، وكده هنروح ننقذ البنت. انقذناها. كده انقذنا البنت وهي تشكرنا. تدينا قلب عشان هي محاولة، القلب هو دي محاولة عشان لو احنا متنا نكون لسه عشان ما تفرقعش بقينا بالونة. هننزل كده نكسر العظم، ده ناخد الناموس دوت يزود لنا الفلوس. ودخلنا البوابة. كده انا دخلت البوابة معاه برضو. هنكسر العظم عشان نعدي. نط كده. خدنا محاولة ناخدها وكده احنا هنعدي المرحلة دي. خدنا جنيه ذهب نكمل كده. نطلع نضرب الوحش هنشوف ديت زود لنا الفلوس. بعدين احنا هنطلع ننقذ البنت دي كده وهننقذها، بس مش عارفين هننقذها. كده انقذناها، انقذناها ونضرب الوحش ده عشان نعدي. وفي بنت هنا ننقذها، انقذناها كده انقذناها. وفي بوابه نروح نلعبها. نروح ندخل عشان هي البنت هتشكرنا برضو ما نخلص نعديها. ننط على الحبال ديت عشان نقدر نعدي. نكمل نطلع على ديت ونمسك في الحبل ده، نمسك على ده. احنا كده عدينا البوابة، عدينا لقينا البنت انقذناها وهي بقى هتشكرنا تدينا قلب. لا محاولة. لا محاولة، احنا لسه من نغرها لكم. يلا في بنت هناك اهي، نطلع ننقذها. كسرنا العظم وعدينا اهو، في عشان ناخدها. انا نضرب الوحش ده هنكمل كده. لقينا بنت انقذناها، لقينا بنت انقذناها. كده ناخد الجنيه ده خدناه وخدناه، بس انا بقيت باللونه اختها تفرقعني. في بنت عفريش ننقذها، بس واللي هناك دي مش هنعرف ننقذها برضه. دي اللي احنا شايفينها ما عرفناش، دي بنت وناموس اللي على الفلوس ده. خدنا محاولة ننزل هنا ناخد كده، خدنا فلوس اللي هو الناموس اللي احنا بناخده. عندنا البوابة اهي، عندنا البوابة. هنطلع هنا ناخد الناموس كده كده نضربه، وبعدين نطلع ناخد الناموس ده كمان. ونطلع على الحبل ده، بعدين نضرب الوحش دوت ونطلع. تعالى
ورز فرقعتنا كده عملتنا نط هنا الحب هنيجي هنا وكده انقذنا البنت انقذنا البنت ناخد ديت تديها فلوس برضه وبعدين نضرب الوحش ها عشان نعدي وضربناه وننقذ البنت هنا نطلع هنا وننقذ البنت ننقذ البنت ها بس خسرنا بس هنعرف نعديه كده نكمل نضرب الوحوش عشان نقدر نكمل هلا نطلع نكمل كأنا طلعت نكمل بتاع دي نطهتنا عشان نروح نكمل وصلنا لمرحلة لسه في بنت كده ما عرفناش ننقذ طلع جنيدها متعرفش بنت كده كسرنا المرحلة كسرنا المرحلة بكرة نعمل فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في الكومنتات شوفوا وانا اللي جاف ناموس اكتر اعمل ايه وانا الولد اللي ازرق ده ورز اخت البنت